انت شريف قاعد مع كابتن عادل القيعي وخلاص خدتوا قراركم مع بعض، وانت النادي الاهلي بتقول خلاص دخل في القصه، انا دي كانت انتهى الموضوع، نسيت اوروبا نسيت كل حاجه وفضلت النادي الاهلي. بالظبط، يمكن ما سافرتش حتى، ما رجعتش امريكا، كمل تمرين ويعني لغيت كل حاجه بس دي كانت مفاجاه خلي بالك، لانه الموضوع خلص في زي ما بيقولوا في عشيه وضحاها. يعني في ثواني اوب بإيهاب امين معانا، فواضح ان كان في استجابه سريعه منك. طب هل رغبتك دي نقلتها لمسؤولي نادي سبورتنج او مجلس اداره نادي سبورتنج؟ طبعا نقلتها، واعتقد هو ده اللي يعني سهل الموضوع برضو وقتها ان خلص بسرعه. عاده في الباسكت مش زي الالعاب التانية، ان انت عندك تحت 26 النادي بتاعك مش سهل ان هو يسيبك. بالذات ان في سبورتنج وقتها كان بيحاول ينافس ويبني فرقه هو، فانا لو قاعد في مصر هم كانوا يتمنوا يعني، وانا بالظبط، فانا أكيد كنت هقعد في، لو كنت هلعب يعني كنت في مصر كنت بفكر في نادي سبورتنج. بس النادي الاهلي الحاجات اللي حصلت، وطبعا رغبتي ان انا كنت عايز اروح النادي الاهلي برغم محافظه تانية غير محافظتك والكلام ده كله، سهلت الامور على نادي سبورتنج حبك للنادي الاهلي باين. طيب